على مر قرون مضت ارتبط المسحراتي بليالي شهر رمضان الفضيل، وهو شخص مهمته إيقاظ الناس لتناول السحور باستخدام الطبل والعصا، كما أنها شخصية أقرب ما تكون إلى فنان يؤدي دورا رئيسيا على خشبة المسرح مرددا كلماته الشهيرة: اصحى يا نايم، وحد الدايم، ورمضان كريم. هذا معروف في مصر وبلاد الشام، أما في دول المغرب الكبير فيدعى بالنفار أو الطبال أو الغياط، بينما يعرف في شبه الجزيرة العربية وبعض دول الشرق الأوسط بأبي طبيلة. لكن هذه الوظيفة في ثوبها التقليدي المعتاد بدأت من مصر في عام 238 للهجرة حسب ما أورده المؤرخون، حيث كان والي مصر العباسي عتبة بن إسحاق أول من طاف شوارع القاهرة ليلا لإيقاظ أهلها لتناول السحور بعد أن لاحظ أن الناس لا ينتبهون إلى وقت السحور، ولا يوجد من يقوم بهذه المهمة آنذاك، فتطوع بنفسه لهذه المهمة. تطورت بعد ذلك هذه المهنة على يد أهل مصر، حيث ابتكروا الطبلة ليدق عليها المسحراتي بدلا من استخدام العصا، وهذه الطبلة كانت تسمى بازة وهي صغيرة الحجم ويدق عليها المسحراتي دقات منتظمة. ثم تطورت مظاهر المهنة فاستعان المسحراتي بالطبلة الكبيرة التي يدق عليها أثناء تجوله بالأحياء وهو يشدو بأناشيد شعبية وزجل خاص بهذه المناسبة. لكن هذا التقليد بات اليوم مهددا بالاندثار والزوال في ظل انتشار الهواتف الذكية التي تتضمن تطبيقات المنبه وسهر الناس حتى وقت السحور بسبب التلفاز ومواقع التواصل الاجتماعي.